بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركته نستعين. متابعينا مستمعينا الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وجميع أوقاتكم بكل خير وبركة. أرحب بكم أجمل تحية وأطيب ترحيب مع هذه الانطلاقات وهذه الاندفاعات لأشواط أصحاب السمو الشيوخ المنطلقة على أرضية هذا الميدان. من هنا من أذكى الميادين، ميدان المرموم. إذن على بركة الله وتوفيقه متابعينا الكرام، يندفع الشوط الثاني عشر في تعداد أشواط هذا الصباح الحامل للقعدان، والمسافة هي 8 كيلومترات. سن الثنايا متابعينا الأعزاء، ننطلق مباشرة لنتابع صدارة هذا الشوط، لنتابع المقدمة والمركز الأول. من يسيطر دابان مع المركز الأول ينطلق بانطلاقة شعار هجن الرئاسة المتقدمة مع المركز الأول، والمنطلقة مع التحدي الأول يتقدم محمد بن عتيق بن زيتون المهيري مع الصدارة الأولى. بينما المركز الثاني، هنا متابعينا الكرام، هنا الوصول والانطلاق، هنا التحدي والاندفاع. يصل شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، يتواجد خالد بن مر بن حلوة في عملية التضمير والمتابعة الدائمة لهذا الشعار. ثالث الأسماء المنطلقة متابعين الأعزاء، هنا شعار هجن ند الشبا مع المركز الثالث، مع انطلاقة شاهين على ثالث الأسماء والتحديات. بينما المركز الرابع، وصل الطاير، وصل الطاير في هذه اللحظات لينطلق بشعار سمو الشيخ مع المركز الرابع. هنا الطاير بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، تقدم المحترف وانطلق. جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي ينطلق مع انطلاقة الطاير واندفاعته. بينما المركز الخامس، هنا التواصل متابعينا الكرام، هنا الانطلاق، هنا التحدي. وصل في هذه اللحظات وتقدم شاهين، انطلق بشعار هجن الرئاسة، يندفع مع خامس التحديات. يتواصل الظافر علي بن جميل الوهيبي متابعا لهذه الانطلاقات، متابعا لهذه التحديات مع المركز الخامس. بينما المركز السادس، المركز السادس الوصول من شاهين أيضا بشعار هجن الرئاسة، يتواجد هنا في عملية التضمير أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي المقدم لهذه الانطلاقة، لهذا التحدي ولهذا الاندفاع. هنا متابعينا الكرام، هنا سابعا، هنا شاهين بشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم مع سابع التحديات ولا اسماء. ينطلق أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي مع المركز السابع. ثامنا يأتينا هنا مع المركز الثامن، وصل عنيد بشعار سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم، راشد بن غميس بن خميس بالغويص السويدي المنطلق والمندفع مع اندفاعة عنيد مع المركز الثامن. بينما تاسع الأسماء والشعارات، هنا الوصول والانطلاق مع المركز التاسع، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد
بن سعيد المكتوم يتواجد فهد بن حصين النعيمي لينطلق مع هذا المركز، بينما المركز العاشر الوصول من شعار هجن الرئاسة التقدم معك يا المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، هذا المقدم لحشيم على عاشر المراكز. هكذا متابعينا مستمعين الكرام هي المراكز العشر المتقدمة المنطلقة الباحثة عن السيارة التي رصدت للفائز بالمركز الأول. هنا متابعين الكرام في ختامي الختاميات، ختامي المرموم لعام 2019، العودة إلى المقدمة، العودة إلى الصدارة، العودة إلى المركز الأول. من يسيطر مع التحدي الأول؟ من يسيطر مع الانطلاق الأول؟ إنه شاهين يتقدم بشعار هجن الرئاسة، يتقدم مع انطلاقة هذا الشعار، ولكن غير في هذه اللحظات وانطلق دبان، تقدم دبان، انطلق إلى المركز الأول بشعار هجن الرئاسة. يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ينطلق مع المركز الأول، يتقدم مع التحدي الأول، ينطلق مع الصدارة الأولى، بينما المركز الثاني هنا متابعينا الأعزاء، هنا شاهين بشعار هجن الرئاسة، ينطلق أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي ليقدم لنا هذا الانطلاق، ليقدم لنا هذا الاندفاع في هذا التحدي. بينما المركز الثالث الوصول من الطاير، هنا متابعين الأعزاء بشعار سمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان، يتواصل المحترف جمعة بن عتيق بن جمعة الرميثي، ولكن من غير وخطف الصدارة شعار هجني ند الشبا، غيرت إلى المقدمة الأولى وإلى الصدارة الأولى. خامس التحديات، هنا شاهين يتواجد بشعار هجن الرئاسة بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي. اقتربت الجمايل يا ابو الجمايل، يا علي يا بن جميل يا الوهيبي، يأتي مع خامس التحديات. سادسا الوصول والانطلاق من شاهين وشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. خالد بن مر بن حلوة من يتواجد مع المركز السادس، يا حلو الناموس يا بالمر. سابع التحديات، من القادم المنطلق؟ الباحثين عن الفوز والانتصار، المنطلقين من أجل هذا التحدي، من أجل هذه المنافسة مع المركز السابع. متابعينا الأعزاء، الوصول والانطلاق مع المركز السابع. هنا الوصول من رعد، وصل بشعار هجن النايفات، تقدم سعيد بن حمد بن جار الله المري ليقدم لنا رعد مع المركز السابع. المركز الثامن القادم في هذه اللحظات، وصل الواصل، تواصل بهذا الشعار الفريد، بهذا الشعار المتميز، بهذه المؤسسة العملاقة، شعار هجن الرئاسة. يتواصل الظافر علي بن جميل الوهيبي مع هذا المركز. أيضا الوصول والانطلاق من شاهين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي المتواجد في عملية التضمير، ولكن العودة إلى الصدارة، العودة إلى المقدمة الأولى، إلى المركز الأول. يا سلام على هذا التحدي، ينطلق شاهين بشعار هجن الرئاسة، يتقدم أحمد بن مطر بن ماجد الأخير
الخيل ينطلق الفيلسوف. يا لهذا التميز، يا لهذا الإبداع، يا لهذا الإمتاع من هذا الشعار. إنه شعار هجن الرئاسة، إنه شعار هجن الرئاسة. يتقدم الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي، يتقدم مع المركز الأول، ينطلق مع الصدارة الأولى. بينما الوصول والانطلاق هنا متابعينا الكرام من دابان أيضا بشعار هجن الرئاسة، ولكن مع بن زيتون، وأيضا الوصول من شاهين بشعار هجن الرئاسة. يتواصل الظافر علي بن جميل الوهيبي، ايضا الاسماء اللي وصلت، وصل الواصل بشعار هجن الرئاسة. العاصفة وصلت، ولكن العودة الى الصدارة، العودة لك يا الفيلسوف، يا احمد، يا بن مطر، يا الخيلي. من يتقدم مع التحدي الاول؟ من ينطلق مع الصدارة الاولى ليقدم لنا هذا التحدي وهذا الانطلاق؟ ايضا وصل شاهين بشعار هجن الرئاسة مع الظافر علي بن جميل الوهيبي، ولكن العودة الأخيرة إلى المقدمة وإلى الصدارة، إلى المركز الأول، الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي يقدم لنا شاهين بدون أي أوامر. حتى هذه اللحظات ينطلق بهذا الهدوء، بهذا التميز، بهذا الإبداع، بعادة هذا الشعار. إنه شعار هجن الرئاسة، إنه شعار هجن الرئاسة، بتميز الفيلسوف أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي مهديا هذا الشعار، هذا الفوز والانتصار. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني كان الوصول متابعينا الأعزاء مع شاهين بشعار هجن الرئاسة وعلي بن جميل الوهيبي. ثالثا كان الوصول من شاهين بشعار هجن العاصفة وغياث الهلالي. رابعا متابعينا الأعزاء وصل دابان بشعار هجن الرئاسة ومحمد بن عتيق بن زيتون المهيري. خامسا وصل رعد بشعار هجن النايفات. تهانينا والف مبروك متابعينا الأعزاء لهجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. التهنية للمضمر أحمد بن مطر بن ماجد الخيلي. 12 دقيقة 24 ثانية، 8 أجزاء من الثانية، توقيت صاحب المركز الأول. تهانينا والف مبروك. المركز الثاني من حل متابعينا الاعزاء مع المركز الثاني، وصل شاهين بشعار هجن الرئاسي ومتابعه الظافر علي بن جميل الوهيبي. 12 دقيقه 27 ثانيه، 5 اجزاء من الثانيه، توقيت صاحب المركز الثاني. بينما المركز الثالث حل متابعينا الاعزاء شاهين بشعار هجن العاصي ومتابعه غياث الهلالي، توقيت الزمني، معلن الفوز والانتصار مع ثالث المراكز. 12 دقيقه 29 ثانيه، 7 اجزاء من الثانيه. تهانينا والف مبروك لجميع الفائزين.